شلون شي يروي عن البنت كذا. قلت لك 10 على 10. لا ما قاعد اسمع ما طلعت اللي يقول باكرتها عند الصباح ولد الغمام على جوانبها يرى وطبعتها ولثمتها فطبعت بالبلور خطا اصفر. في البيضاء خطا اصفر. انا شايف علم في البلور. قالت: الا تخشى المسيح؟ وانت تاتي منكرا. فاجبتها: ان كنت من دين المسيح علم. فالله يرحم يعقوبي كانوا يرموها ببيته والخميس.